بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حي الله الإخوة والأخوات، فأعتذر من الجميع، يبدو علي التعب والإرهاق، يعني منذ الصباح الباكر كنت في سفر وفي إجراءات يعني بعيدة عن مراكش، ورجعت للتو أو قبل ساعة تقريبا ولم أرتاح، يعني كنت كذلك من بعض الإخوة في مراكش، والتحقت مباشرة بالمركز والمكتب حتى أكون مع الإخوة والأخوات. فلا بد أن يعلم أن هذا الباب، باب الرقية، ليس باب راحة، إنما باب جد واجتهاد ومسؤولية، وإذا ترتبت عليه أمور أخرى فوق الرقية تزداد كذلك المسؤولية. فهذا ما وجب أن يبين بداية للكرام، للإخوة والأخوات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، أن يرزقنا المدد والمعونة والمعية والسداد والتوفيق والنور والقوة والبركة. أسأل الله جل وعلا أن ينصرنا وأن لا ينصر علينا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن لا يخذلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أختي الكريمة، ونفسك عليك حق، لكن المسؤولية ليست بالأمر الهين، وكذلك النفس تثوق وتتطلع إلى ما هو أجمل وأكمل وأفضل في الساحة، وهذا هو الذي ربما يجعلنا نكابد الصعاب ونحتسب الأجر والثواب. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا البث فاتحة بر ونور وخير وبركة ولحمة ومحبة بين وبين الجميع إن شاء الله تعالى. طيب، هذا البث إن شاء الله أرجو أن جميع الإخوة يلتحقون بنا. شكرا، جزاك الله خير. أرجو من الجميع الالتحاق إن شاء الله تعالى، انضمام إلينا في هذا البث بإذن الله تعالى. أنا لم أرتب نقاط، لكن سوف أتكلم بعفوية مع الأحبة، مع الإخوة، مع المحبين، مع الأنصار، مع الطيبين، مع المباركين، مع المتابعين، مع الغيورين، كذلك مع الرقاة والمعالجين. الأمر أو الذي دعاني للحضور الآن والتواصل معكم في هذه الساعة هو أمر يخص الساحة، يخص المعالجين بشكل عام، وعاهدنا الله على الصدق وعلى الصراحة، وأن نقول ما ندين الله جل وعلا به وما نراه يوافق المصلحة العامة. لا أتكلم بداية، هذا أساس لا بد أن يفهمه الناس والمتابعين والمتابعات، لا أقول قبل شهر أو شهرين أو عام أو عام، قبل سنوات يفهمون منهجي وأخلاقي ويفهمون كذلك إلى ما أرمي. حينما أتحدث الآن أي كلمة لا بد أن تفهم أنها للصالح العام، ليست لي أو لا تخدم مصلحتي. هذا وجب أن يقرر، وأنا أجزم وأقسم بالله على صدق ما أقول، لو كان الأمر لي ما التفت، لأن ربما إذا كان الأمر لي الأولى لي أن أرتاح، لا أحتاج إلى هذه الأمور بالمرة. أنا أقول حتى يفهمها الناس جميعا، لست في حاجة إلى أي شيء. لو أني سأقول سأبحث، من يقول سأبحث عن المال لا أحتاج، أو عن الشهرة لا أحتاج،
أو على الصفة الرسمية لا أحتاج، أو الشرعية لا أحتاج، وهي رسالة مباشرة في بداية هذا البث المباشر. لكن الذي يدفعني بإذن الله تعالى للتكلم حب المجال والغيرة عليه والدب عليه ورفعته وعزته، وكذلك المنتسبين إليه بفضل الله جل وعلا، والمنتسبين إليه كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، نرجو لهم الكمال والجمال والسعة والرفعة والعزة والعلم والتوفيق والقبول. كل هذه الأمور بإذن الله عز وجل نرجوها للإخوة والأخوات في هذا المجال. ووجب أن يعلم أن هذا المجال فيه أخيار، فيه أشراف، فيه نبلاء، فيه غيورين، فيه صالحين، فيه صادقين، وكذلك في النساء والإناث أيضا. قد تكون هناك خلافات، ونتكلم بحيادية وبإنصاف، قد تكون هناك خلافات من وجهة نظر على حسب العلم، على حسب الفهم، على حسب التوجه، على حسب الأبعاد، قد تكون هناك خلافات. لكن الأصل الذي يتوافق عليه الجميع هو النفع، أي أن هذا الأمر بفضل الله تعالى على توحيد وعقيدة صحيحة ونفع متعد للغير. قد تختلف بعض الآراء والتوجهات أو أساليب التشخيص والعلاجات، ذاك أمرها سوف نبينه بفضل في هذا المجلس أيضا. لكن نتوافق على الأصل أن معظم الناس أو معظم الإخوة والأخوات في هذا المجال يحملون هم النفع بفضل الله تعالى للقاصي والداني، بل نفع كذلك لكتاب الله ولسنة رسول، أي يخدمون كتاب الله ويخدمون كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذ الشرك والشعوذة والذبح لغير الله عز وجل، وكذلك رسم البسمة والفرح والسرور على قلوب أبدان عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل، أننا نحن في باب علاج، سواء سميته بمسميات شتى، برقية، برقية شرعية، سميها بما سميتها، فالأصل أنك في باب طب أو في باب علاج، سواء كان مقنن أو شبه مقنن أو غير مقنن، لكنك أنت تنتسب إلى أمر تقول فيه أنك تزيل العلة بإذن الله جل وعلا. وهنا سيأتي تقسيم لمراتب المعالجين بإذن الله عز وجل، وسنبينها بفضل الله تعالى في هذا المجلس الطيب المبارك. بداية أحبتي في الله، كلنا يعلم أن الساحة في المغرب ما شاء الله، اللهم بارك، فيها عدد كبير من المعالجين، سواء كانوا حجاج من حجامات، سواء كانوا أصحاب علاجات شعبية أعشاب، أو كانوا رقاة، أو قل هو عدد كبير من أبواب العلاج بالموروث الشعبي الذي بفضل الله اتضحت نتائجه وثماره من أصحاب الكفاءات والخبرة بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس تحج إليهم من كل فج عميق، تأتي إليهم زرافات ووحدانة، هذا لا ينكر إلا مكابر أو جاحد أو جاهل، أن تمة آثار طيبة مباركة توارثها المغاربة أبا عن جد، لها أصل في باب الطب والعلاج، الناس تأتيها بفضل الله، وتعلم هذا ويعلم هذا ويرى هذا المسؤول الغيور، وكذلك يراه بفضل الله تعالى المؤطر الغيور، ويراه الطبيب الغيور، ويرى بفضل الله المهندس الغيور. نعم، لأنه لا شك أنه تربى في بيت قبل أن يعلو كعب له كعب وشأن، كان يسمع بهذا أو رأى هذا أو عاين أو عايش هذا، وهذه حقيقة التربة الطيبة في هذا البلد الطيب المبارك وفي هوائه المبارك، لا يمكن أن يحيد عنها أحد أو يزيلها أحد، فهي ثابتة بفضل الله جل وعلا. وقد تكون في عدد كبير من البلدان العربية أن هناك علاجات بفضل الله تعالى، حتى عند تلك الأم الأمية لكن كانت أنفاسها طيبة مباركة، أو ذاك الرجل الأمي لكن كانت يده طيبة مباركة بفضل الله عز وجل، كان ريقه طيب بفضل الله عز وجل،
نعم، كانت كلماته تخرج من قلب طيب بفضل الله تعالى. ذاك المعلم الذي كان يعلمنا القرآن ويكتبنا في اللوحة، كان الناس يذهبون إليه. لا أتكلم عن من كانوا يعمل السبوب ويعمل الحجابات، أتكلم عن ذاك الرباني، ذاك الذي يعلو وجهه بالإيمان وقوله بالإيمان، وكنا نرى فيه القرآن في أخلاقه وفي سيره بفضل الله تعالى. ذاك الذي يقرأ على الأم فتشفى، ويقرأ على الأخت فتبرأ وتهنى بفضل الله جل وعلا. لا شك أن هذا الأمر هو موجود بفضل الله سبحانه جل في علاه، موجود بفضل الله تعالى. إذا لا بد أن نبين أحبتي في الله أن المغرب لا يشكو من قلة الكفاءات أو القدرات، لا يشكو من قلة الطاقات، لكن الإشكال هناك في جهات أخرى، في تصور آخر، في منهجية أخرى، في توافق آخر سنجليه بإذن المولى جل في علاه. ولنرجع بالتاريخ إلى الوراء شيئا ما. هذا الذي نراه الآن في هذا العصر أو في هذا الزمان من الخلافات الكثيرة والكبيرة لم يكن قبل 15 سنة أو 20 سنة، لم يكن صراحة، لقلة المعالجين، أو على الأقل لقلة من يظهرون أو يبرزون في باب العلاج. وهذه نقطة أرجو من الإخوة والأخوات كذلك أن ينتبهوا إليها، لأنها ستنفعنا في هذا البحث في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. كما قلت أنا ما أعددت العدة، لكني أنا أتكلم معكم باسترسال على حسب ما أفهمه وما أعيشه، فأبينه بتلقاء وبعفوية بفضل الله تعالى. ليس ورقي أمامي لا ورقة ولا قلم بفضل الله عز وجل. فلنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى الذين لم يكونوا معنا قبل سنوات نذكرهم ونعطيهم صورة. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره كما هو مقرر. نرجع إلى الخلف قبل نعقد على عقد ونصف 15 عام أو 20 سنة قبل. لم تكن هذه الخلافات ولم تكن هذه المشاحنات أو المشادات نهائيا، لأسباب كثيرة، أهمها قلة المعالجين في ذاك الزمان. أو قد يقول قائل كانوا، لكن لم يكون. نتكلم دائما، نحن نتكلم عمن يبرزون ويظهرون ويؤثرون أو يعلمون ويجون ويعطرون، هذا هو الذي نحن نتكلم عنه في هذا الوقت الذي أحدثكم فيه. هناك أكفاء، هناك أخيار، هناك ربانيين في الجبال، في القرى، في كل مكان، لكن نحن لا نتكلم عنهم، نحن نتكلم عن من نراهم ونعاينهم ونشاهدهم، من يؤثرون، من يؤطرون، من يعلمون. كلامي واضح، أنا أبين وأفصل حتى لا يكون هناك منفذ لكلمة ما. فمن أراد أن يحكم عن كلام فلا يسمع من فلان وعلام، فليتبع المباشر من ألفه إلى يائه، حتى يكون الكلام بعدل وبقسط وباتزان بإذن الله عز وجل. علم. طيب جميل. قبل 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة كان الخلاف قليلا. لماذا كان الخلاف قليل؟ لأن الذين كانوا يبرزون على الساحة كانوا قلة. فأين كانوا إذن؟ هنا السؤال. احنا لا نتكلم الآن مع أفراد عمرهم 15 عام، نقول كانوا باقين صغار لا تولدوا، لا نتكلم مع من ربما في سننا أو أكبر منا. جميل. إذن كانوا، فأين كانوا حينها؟ أين كانوا حينها؟ كانوا معالجين، جميل. وقعهم أين كان؟ تأثيرهم أين كان؟ دعوتهم أين كانت؟ يقول لك كانت خفية وكانت سرا. إذن هناك من سبق إلى هذا المجال التواصل الإعلامي ووطن فيه نفسه حتى ينفع الناس، فلا بد أن يعرف له الأثر وله السبق وله الشكر بفضل الله جل وعلا. في ديننا يعلم هذا ويقرر بفضل الله تعالى. طيب، التحق كثير من الإخوة إلى الركب، وأنا أقولها قاعدة تعلمناها، ليس العبرة بمن سبق لكن العبرة بمن صدق. فقد يأتي أناس ولكن يسبقون بصدقهم وإخلاصهم، يجي واحد الناس من خلفك من وراك ويسبقوك، لأن العبرة والميزان في الصدق والإخلاص، العبرة في الصدق والإخلاص، يجعل الله البركة في القليل بالصدق والإخلاص.
علم علم. إذن هناك بفضل الله تعالى منهجية واضحة. أتكلم عن نفسي مثلا، أنا أتكلم عن ذاتي وعن نفسي. أنا عرفت عالم التواصل الاجتماعي أكثر من 20 سنة، حينما أكررها وأقولها وجعلته لله عز وجل دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى، أسهر الليالي من أجل أن أعلم الناس. قبل أن أعلمهم الرقية كنت أعلمهم بفضل الله جل وعلا ما تعلمته عن طريق سكايب وعن طريق لينسبيك وعن طريق البالتوك. يعني كانت هناك أمور يعرفها الناس، الماسنجر، الشيء القديم. كنا حين بفضل الله نحرص حرصا لما كان الحاسوب يشدك المكتب، الحاسوب الكبير قبل ما تأتي التكنولوجيا والتقنية والمحمول وكذا. نعم، حينها كنا نحرص أن نعلم في ذاك الزمان، والله أعلم أقول شيء، كنا نقول الناس الرقية الشرعية بالصوت لا بالصورة، وكنا نقولها للناس في المغرب وناس آخر في أوروبا وفي الخليج، ومعظمهم كانوا من الخليج ينتفعون بهذا العلم ويتعلمون منا ونحن في المغرب. وكنا ما نلقي في المركز، إنما بدأنا من البيوت، من بيوتنا علم، مع كان حين طلب العلم وكانت الإمامة، كنا نصلي بالناس، نتقدم طاعة الله جل وعلا احتساب الأجر والثواب، وننتظر هل نذهب عند الناس البيوت أو يأتون عندنا. والتاريخ يشهد، والجيران يشهدون، والرفقة والأقران يشهدون بهذا. فهذا ليس فيه مراء ولا جدال ولا كذب، هذا تاريخ يشهد على الإنسان. ولكن كانت الدعوة بفضل الله عز وجل مبنية على العلم، العلم السلفي، العلم السني، العلم بفضل أهل السنة والجماعة بفضل الله تعالى. وكنا نحرص على دروس أئمة أهل العلم الكبار وشروح الأئمة الكبار بفضل الله. وكنا الكتاب ربما لا نقتني هذه المكتبة، كنا نقتني الكتاب، فالكتاب كيمشي عند 5 6 7 كيدور عليهم، مفهوم. فحتى تحظى أنت بوقت لتقرأ ذاك الكتاب، أو أنك حريص على أن تطرق باب الأخ وتقول له أقرأ معك، شتي مجلد نقرأ واحد وكذا، وحتى تكون حريص على المادة. كنا حريصين أن ندخل إلى شبكات الإنترنت من كانت 15 درهم للساعة، ونأخذ معنا الكلي، ونأخذ معنا الورقة والقلم، ونسجل حتى ننتفع بالمادة وننتفع بما نسطره ونحفظه، ثم نعلمه للناس، أو أننا نتدرس الخلاف في المسألة ونبينها بفضل الله بوفق قواعد الدعوة والشرع وكذا للناس. حينها ما كنا نلتفت إلى جدال العقيم في باب الرقية أو في باب الجن والشياطين. الغاية هي أن ننصر كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نبين للناس حق التوحيد، وأن نباعدهم عن الدجل وعن الذبح لغير الله وعن الأضرحة وعن التمائم وغيرها من هذه المخالفات الشرعية. فكان هذا العالم هو عالم غريب خفي لا يعلم كثير من الناس، فكنا نريد من خلاله أن نسطر في قلوب الناس ونعقد في قلوب الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي من خلالها يتبين أن الجن هم خلق من خلق الله، وأنهم لهم اتصال بعالم غريب خبيث كفري يؤذي عباد الله. ونبين كذلك أسباب وأسرار العلاج، لأن أنا أتكلم عن ذاتي، أنا باحث في الباب منذ أكثر من 20 25 سنة. فلما كنت أنا مثلا أرقي أمة أو أرقي زوجا أو أرقي شابا، وحينها أرى أن الأمور لا يستوعبها عقل، مثلا أخذ أنا منذ بدايتي وأنا أسلك منهجا، افهموا رحمكم الله، منذ أن بدأت الرقية ومقاطع القديم وأنا صغير تشهد على دعوتي. منذ أن بدأت، والله يشهد، منذ أن بدأت الرقية لابد من الحمد لله والثناء عليه وقراءة القرآن ودعوة الجن إلى الإسلام وإصلاح ما أفسد والخروج بإذن الله جل وعلا. لا، هذه أساسيات بدأت بها بفضل الله تعالى، هذا المنهج أو هذه الطريقة التي أخذتها بفضل الله مما
جمعته وفهمته ودرسته من واقع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم وبعض الآثار التي لها علاقة بواقع الجن أو الشياطين أو الصرع ممن سبقونا أو كتبوا أو المنتديات التي كانت حين هي المنفذ، كانت هي وسيلة التواصل مع طلبة العلم، مع كان حينها التقاء الخبراء والذين الممارسين في باب العلاج بالرقية الشرعية. كان المنفذ عندنا هو المنتديات، وكانت المنتديات إذا كتبت في حينها اسم نعيم ربيع يعطيك نعيم ربيع، كنت أكتبه دائما بالفرنسية، كان معروف حينها اسم نعيم ربيع، كان معروف عند نخبة الذي تبحث في هذا العالم، ثم عرف اسمي كذلك في هذا العالم التواصل كما قلت لكم الباتوك الانسبيك وهذه الغرف التي كانت بالأموال، ولم يكن يستطيع إنسان فقير أو إنسان متواضع بسيط أن تكون له غرفة حينها أو يكون له لاقط مايك حينها، لأن كان بالأموال. تلك كانت حين بداية الإنتاج في هذه الوسائل، وكان الإنسان حتى يكون له اسم فيها كانت مبالغ كبيرة جدا لا يقدر عليها أحد. انظر رحمكم الله لأهمية ما أقدمه بفضل الله ولشغف الناس، أصبح يتسابق على هذا العبد الضعيف مجموعة من الإخوة الذين عندهم القدرة المالية من الخليج، ويجعلون اسم ملون يحق لي به أن أدخل إلى أكثر غرفة في وقت واحد. لماذا؟ حتى يتسنى لي أن أتكلم هنا وفي نفس الوقت أتكلم في غرف أخرى، فينتفع الناس بكلمتي في نفس الوقت. لماذا؟ أصبح يعرف هذا الاسم بفضل الله جل وعلا أنه إذا تكلم في باب وكان موجود الناس تأتي اتباعا بفضل الله تعالى حتى تستفيد من هذا الباب. وأنا لازلت صغير في 20 من عمري أو 22 24 25 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا نحن لسنا مقلدين بداية، ولسنا أميين بداية، ولسنا جهلة بداية، حتى يفرق ويضع كل في موضعه بإذن المولى جل وعلا. هذه النقطة الأولى. فحبنا لهذا المجال جاء على عقيدة، على حب أن ندعو الناس إلى الله على بصيرة. وقلت وأكررها وأرجو أن يسمعها الإخوة ويرجعوا إلى الأحياء ويرجعوا إلى الناس ويرجعوا إلى الجيران ويرجعوا إلى المناسبات والحفلات ويرجعوا إلى المساجد التي تحيط بالبيت ويسألوا عن هذا الاسم بفضل الله تعالى. فما كان تخلو مناسبة إلا وتكلموا فيها، وما يخلو مقام إلا بفضله وأقدم حتى أعرف به بفضله جل وعلا، أو أغسل وأكفن لسنوات عدة طويلة كل يوم إلا إذا كان استثناء، أي كان الحرص على باب الدعوة والسنة وذم البدعة والخرافة والمخالفة حتى أصبح أثر السنة في الأزقة والأحياء بفضل الله عز وجل. إذن لا يمكن أن يغيب هذا الأمر ويتملص الإنسان ويتنصل منه كي يغير جلده وعقيدته وعقله أبدا، بل هذا نفعنا بفضل الله تعالى فيما سرنا فيه بنور من الله بتوفيق الله عز وجل. طيب، ارتقينا بفضل الله عز وجل في هذا المجال وأصبحنا نبحث عن أساليب الدعوة. الذي نفعني وجعلني أبحث في هذا المجال أني أقرأ الكتب وأقرأ لأقوال أهل العلم وأسمع وأسمع الجن والشياطين وأبحث، فأجد أن هذه بضاعة غير موجودة، سلعة نادرة، يعني الناس تريد أن تعالج أبناءها أزواجها ذريتها لكن لا تستطيع. إذا نحن حتى نعلم الناس كيف يعلم أنفسهم كيف يرقوا أنفسهم، كان نتصور بفضل الله عز وجل هو أن نبين هذا الحق وهذه الحقيقة بفضل الله عز وجل. وشمرنا على ساعد الجد، وبدأنا بفضل الله تعالى مع ضعف البضاعة وقلة اليد، لكن قلنا قليل خير من العدم، أن نبين للناس بإذن الله عز وجل، والنية بفضل الله أن نحسن لكتاب الله وسنة رسول الله. وقل ما إنسان غير معصوم، خاصة أنك كنت وحدك، أنت فيك الذي يبحث عن العلاجات، وأنت الذي يجب على الاتصالات، وأنت الذي يتلقى المكالمات، وأنت الذي يجيب على الاستفسارات، وأنت الذي يعالج الحالات، وأنت الذي يتنقل ويقطع المسافات، وأنت الذي كذلك يغوص في الأسرار، يعني كل هذه الأمور
كنا نحاول أن نسدد وأن نقارب، لكن نجمع في عقلنا الخبرة والتجربة ونسطر هذا بالقول ونسطره بالكتابة ونعلم الناس ليلا أو نهارا، نعلمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تصرنا نعلم الناس، نعلم الناس باب الرقية، نعلم الناس باب الرقية، ونحن في نفس الوقت نتعلم، نعلمهم ونتعلم، نعلمهم ونتعلم. ننهل من الجلسة المعقدة المركبة ونبحث عن الأسرار. هذا العلم ما كتاخذوش من الكتب، قليل جدا نادر، لكن تأخذه بالممارسة. فأصبحنا نجتهد إلى الآن. تأتيك حالة قد تجعلك هدهنا، وخمم حل دماغك وحل عقد لفراسك، واسأل الله المعونة والتوفيق والاستغفار وذكر الله والقرآن باش يفتح عليك، حتى يفتح عليك بإذن الله عز وجل، ولا يطبق عليك وتصبح أنت في مشكل وحتى الحالة في مشكل. كم من حالة ذهب الشيطان بعينها في الجلسة، أو قامت الشلل في قدميها، أو عقد لسانها، أو أمور كثيرة تقع. هذه فقط الأشياء اللي ربما أصبح نراها أنها يسيرة وبسيطة بفضل الله جل وعلا. لولا الخبرة، لكن في أول مشهد كيف استعامل معها أمام الناس أو أسرة أو بيت خطف بصره وأخذه؟ الإنسان ربما كثير من الإخوة وقع لهم مشاكل في هذه الجهة، فأنت تتعلم بفضل الله جل وعلا كيف أنك تأخذ بهذا الجن والشيطان إلى الدعوة إلى الله، أو تلزمه أو تفحمه حتى يرد البصر بإذن الله جل وعلا، أو اليد أو القدم أو ما شابه. هذه كلها أمور أيسر ما يكون في هذا العالم. ممكن الجن يأخذ أشياء ويقدم أشياء ويخرج أشياء الإنسان ربما لا يتقبلها عقل. هنا بدأت تنمو مسألة الخبرة والتجربة، نتكيف معها وفق ما نراه، ليس مصطنعا، ليس من باب الغلو أو المبالغة أو كذب الجن، وإنما حينما نراها مع فئات عدة ومع أشكال عدة ومع أصناف عدة ومع أسر عدة، بل حتى من قارات ودول عدة، فتصبح شيء هو كأنه يفرض نفسه بنفسه، فتصبح حينها تزداد خبرة وتجربة بفضل الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فتأخذ بفضل الله تعالى هذا الزاد وهذه البضاعة كي تنقذ هذه البيوت وتنقذ بفضل الله تعالى هذه الأسر. أرجع للنقطة الأولى، هي أن بدأنا منذ أكثر من 20-23 أو 25 سنة، ونحن أنقل أقرها في 15-20 سنة في وسائل التواصل الاجتماعي قبل العالم الأحمر، قبل ما يكون كانت هناك أشياء أخرى. نقرر في العالم الأحمر، بدأنا لما بدأ العالم الأحمر بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن نحن اقتحمنا هذا العالم وجعلناه لله، وأقولها وكررها إلى يومنا هذا الذي أحدثكم فيه، لم أتسلم درهما من شركة اليوتيوب، ولا درهم، والله أنا ما أقول شهيد، ما تسلمت منهم، مع أن الكل يعلم بإمكاني أن أخذ أقل ما يمكن حتى 30-40-50 ألف درهم في الشهر. وكلكم يعلم ما يقع الآن في من حروب في التفاهة من أجل أن يأخذوا أموال في اليوتيوب. كل تعرفون الآن يكشفون السترة والحياء وربما الأكاذيب والأباطيل من أجل أنهم يكسبوا مالا عن طريق العالم الأحمر. أنا أقول لكم ما أخذت درهما منذ أن بدأت، باش تعرفوا أن الأمور مبنية عن قناعة. قل لك ولا شهر ضعفت وختم عندهم، مع أني في بدايتي كنت أحتاج، اسمع مزيان، في بدايتي كنت وكان علي المشاهدة أكثر في العالم الأحمر، لأن كنت حين أضع فقط المقاطع على العالم الأحمر وكانت قناتي واحدة، فكان الناس يتابعون قصص البنيامين، قصص الجن كذا، قصص الساحر الذي أخذ الأخت إلى كذا، كانت قصص غريبة وعجيبة جدا بفضل الله تعالى. ولا ينكر أحد أن بقناتي تعلم كثير من الرقاة والمعالجين وكثير من المرضى والأسر بفضل الله جل وعلا. قولوا لي إن كنت كاذب في هذا الأمر أو بينت شيئا خطأ. معظم كثير جدا ممن هم على الساحة ولكن لا يشكر الفضل إلا أهل الفضل، لا يشكر لك فضلا إلا صاحب الفضل، أما الذي يتنكر الفضل ذاك الله المستعان. القناة بفضل الله جل وعلا تعلم من الناس، أصبح الثقافة في باب الرقية، أصبح يفرقون عالم الجن. هناك من استيقظ وأصبح يرى عالم الجن حينما بفضل الله بيناه وأظهرناه، فأصبح يعرف في الواقع وفي الساحة وحتى في المغرب وخارج المغرب أن هناك فعلا
ضوابط وأسرار وخبايا وخفايا، وهناك أساليب ورقي في التعامل مع الجن حتى تأتي بفضل إلى الإسلام وإلى إصلاح ما أفسدت وإلى الخروج التام بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن ولم اسمعوا النقطة الثانية، لم أقدم، لم آخذ درهما من عالم أحمر من يوسف ولا مرة، ما ضعفت حتى تعلم أن الأمر كان يعقد لله تعالى احتسابا وأجرا، وما قدمت لهذه الإدارة درهما حتى ترفع نسبة المشاركات أو المشاهدات. والله يشهد، وأصحاب التقنية في هذا الأمر القنا بين أيديهم وأجري لهم كل شيء بالأوراق والوثائق، ما دفعت لهم درهما وما دفعوا لي درهما، فجعلتها لله عز وجل، وما أكدت عليها أن الناس يأتون إليها أو أني أعمل مباشر من خلالها حتى مليونية أو مليون أو ثلاثة أو أربعة، والله يشهد ولا مرة مثلت بامرأة، ولا مرة ادعيت ما ليس لي، ولا مرة قمت يعني بالهوليودية أني آتي امرأة وأقطع مقطع أجله دون الحقيقة نهائيا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما فيها صريح وواضح وواقع. ولما جاء العالم الأزرق أصبحت أفضل أني أبين لكم الجلسة من ألفها إلى يائها بفضل بشفافية تامة ومصداقية ونزاهة تامة بفضل الله عز وجل. ونحن في عالم صغير، تأتي الأخت لها صحباتها وصديقاتها ولها أقاربها يرون الحقيقة ويعلمون وينشرونها بفضل الله. لو خالفنا ذلك لفضحونا وفضحنا الله، لكن الأمور بفضل الله على ثبات وعلى هدى وعلى علم وعلى بيان وعلى حشمة وعلى خلق مع المرضى. نعتبر أن المركز مسجد، لا بد أن نجتهد مع كل حالة. وحينما كان مركزي لا يقل، ربما أنا أقولها لكم للأمانة، بدأت بمركز والله العظيم من المركز كله نصف هذه القاعة، بدأت بمركز ليس بالصور وبالشكل وبالحجم لكن بما في القلب، ما وقر في القلب وصدقه العمل. بدأت مركز كامل كان عندي لا يساوي نصف هذه القاعة، مركز كامل حينما بدأت لا يساوي نصف هذه القاعة. كنت إذا جلست بالكرسي الأخت عندي هنا لا مكان إلا هي في كرسي ولا كرسي، وبيني وبين الباب ستار، ولكن مع ذلك وكانت الناس تأتي زرافات وحدانا، لأن كانت الشعبية في عالم التواصل الاجتماعي الذي قلت لكم كان الناس يأتون يبحثون عن الراقي الشرعي، لأن كان هناك أخوات ملتزمات، إخوة ملتزمين، أسر منضبطة، أصبح الناس يعرفون الرقية أين هو الراقي الشرعي، كانوا يبحثون عن شيء نادر جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانوا الناس يأتون والمكان ضيق جدا، إذا كان الصراخ يسمع في آخر الشارع، واحتساب الأجر والثواب بفضل الله تعالى. لما فتحت أول مركز خلقوا علي فتنة وشبهة أنني آتي بالناس لتصرخ وتسقط عند الباب حتى يأتي الناس، كانت الناس تمر والله الذي لا رب سواه من بعض الأخوات أو تسقط من الصرع، لأن المركز قريب من المارة، تسمع القرآن تسقط، دخلي بسم الله ما عندنا مشكل بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأت به هو ذاك الحي الذي أصبح بفضل الله نور رقيتي ينتشر فيه في البيوت، كم من أصحار، كم من حاتم الصعصية، وكان السبب بفضل الله تعالى تلك المرأة العجوز بفضل الله تعالى التي بسببها ابنها فتح المركز جزاه الله خير، وقدم رجع شبه ماله كاملا حينما كانت تعاني من الشلل، فاستخرجنا السحرة من البيت ونطقت الجنية وكانت في شلل، فقامت على قدميها بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن نور الخير وبركة الخير من الله عز وجل لما يكون عندك صفاء السريرة وصدق النية والهمة والعزيمة بفضل الله جل وعلا. وما تراجعنا أبدا، وكنا نخرج كي نحذر الناس. اسمع، كنت أذهب إلى الأضرحة شخصيا أو برفقة بعض الإخوة، منهم من مات رحمهم الله وكان وقاه، نذهب بفضل الله جل وعلا ونحذر النساء بأسلوب طيب دون عنف بالرفق واللين أن هذا شرك ولا يجوز، ونبين لهم كيف يكون العلاج الصحيح. خرجنا إلى المغارات والمفازات للجن، خرجنا إلى الأماكن التي يذبح فيها لغير الله للجن، وكنا نبين للناس ونحذر ونسجل ونضع. أين كان الذين يرمون؟ أين كان الذين يخالفون؟ أين كان الذين يدعون؟ أنا أتكلم بمصداقية. إذن لابد أن يعرف الخير أهل الخير، حتى أصبحت الراية
الرقية في المغرب راية خفاقة عالمية بفضل الله جل وعلا، وقدمنا الغالي والنفيس وضحينا وحوربنا في كل ما كنا نبينه، سواء من الصحراء وسواء من الشياطين. حوربنا، يقول عيسى المبارك، حقيقة من الصحراء كم مسيح وجدناه. الذي ينكر هذا فأقول له ذاك شأنك، لكن أتكلم بصدق والله لا أكذب في كلمة. وجدنا أصحار، وجدناها في بيوتنا سنوات، وجدناها في سياراتنا سنوات، وجدناها في مراكزنا سنوات، وجدناها في الصحاري على آثارنا سنوات، وجدناها بالنجاسات على صورنا سنوات، كلها منها ما هو مثبت إلى هذا اليوم عن طريق المقاطع. وارجعوا إلى سنواتها تحكيكم قصتها وواقعها. وما استسلمنا، أوذينا في أهلينا وأوذينا في أبنائنا وما استسلمنا. والواقع لو أن البيوت أسرار أحكي لكم، ربما منكم من يرفض الدمع احتسابا للأجر والثواب، حتى لا يقول الشيطان شيء قد غلبتنا. بعض الرقاة كنت معهم كانوا يصرخون يا جن يا شياطين عذبتونا، ما أعطيكم تسكم. قلوا اتقوا الله، لما الجيل الأول عذب بالجن والشياطين، قل الذين صبروا من الجيل الأول، لأن كانت حرب عظيمة جدا، كنا نحارب الصحراء، بل زاحبناهم في أماكنهم التي كانوا يمارسون السحر وفتحنا فيها المراكز الشعبية. اسألوا القدامى، لما تكون أنت يكون ساحر معروف معلوم وتأتي وتفتح أمامه مركز أو بجانبه ويصبح لك أثر، كيف يصبح ويحاربك من أجل الزبائن أو يحاربك من أجل الجن والشياطين لتبطل أعمالها فيؤذيك في كل شيء وأنت مرابط صابر بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تخشى إلا الله سبحانه جل في علاه. أين كان هذا النور الذي هو الآن موجود، والرقية معروفة والأسلالب معروفة والمراكز معروفة وكل شيء ميسر؟ ما كان هذا نهائيا. كنت إذا وجدت معالج قد تجد، أنا كنت أتكلم على رأسي، كان إذا سمعت معالج كنت تسمع واحد أو جوج أو ثلاثة أو أربعة أو تسمع بخمسة فقط، هذا اللي كتسمع. ومن على وسائل التواصل تجد واحد أو جوج فقط. كنت أنا وأتكلم بصراحة، وكان الشيخ الكاموني حفظه الله تعالى بمقاطعه التي كانت على القناة العربية بفضل الله جل وعلا، وكان يعرف الشيخ القصير حفظه الله الذي كان يؤدي دروس في مسجد في الحي المحمدي في حينها في المعسكر الزرقوني القشلة، ويتعلم منه خلق كثير بفضل الله جزاه الله خيرا. حين كنا ندب عن هذا العلم وعن هذا الباب بضراوة بشراسة وبحلم وبعلم وبفهم وبلين ونقربه إلى البيوت، كنا نقربه. اسأل من عانوا سنين حينما كانوا يذهبون إلى البيوت كيف يجدونها في صرعها، الحالة القوية الشديدة العظيمة، كيف كانوا يأخذون المال؟ لا شيء. انظر إلى السنوات الأول، السنوات التي مضت، كيف كان يعاني المعالج، كيف كان يعاني المعالج. المعالج كان في معاناة صراحة قوية جدا وعظيمة جدا. تكبدنا كل هذا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أبنائنا من أجل أن نحافظ على راية التوحيد، لا شيء إلا راية التوحيد والسنة. علمنا وعرفنا بأن ندعو له ونحن صغار، ودرسنا وقرأنا ونحن صغار، ثم دعونا إليه في الطفولة في وقت المراهقة، في وقت الذي ربما البعض كان يتلذذ بالمعاصي أو بالشهوات أو يتلذذ ربما بالنوم ولا يعرف فقها لهذا الباب، كنا نحن في الباب. ربما كان حينها صغير، طفل صغير أو كان مراهق لا يدرس علوم أخرى أو لا يدرس أو يتعلم حرفة أخرى، كنا في الباب نكافح ونرابط ونجاهد. لهذا نخاف عليه ونغار عليه، لهذا ندعو إليه بما أوتينا مالا ودعوة وفقها واجتهادا ووقتا. أي نعم، ما يتنعم بنا أبناؤنا وما يتنعم بنا أقاربنا. اسأل الأقارب هل يرون عم ربيع، اسأل، وقته كله للجن والشياطين، لأنه ليس ادعاء وليس من أجل كسب المال، لأنه شيء من الجوف من القلب. اسأل حتى تعلم. حياتنا بفضل الله تعالى واضحة بفضل الله جل وعلا، مع ما نتكبده من مخاطر وما نتكبده من معاناة ومن حروب باطلة للأسف الشديد، من حروب باطلة للأسف الشديد. لا يعرف قدر المعاناة إلا من عاناها.
ولا يعرف قدر قوة البعض إلا من رمي بالباطل. وكل هذا عانيناه في هذا السير وفي هذا الباب، ومع ذلك صبرنا لأن نعلم أن الناس تحتاج إلى من يدب عنها، والناس تحتاج إلى من يعلم هذا العلم. بالله عليكم ارجعوا إلى الذاكرة، قبل كنقول لكم منكر 20 سنة وامحوا مقاطعنا عمر به، وانظر إلى اليوتيوب كيف هو. تولدت القنوات والمقاطع من خلال قناتي ومقاطعي، أحب من أحب وكره من كره، ليس من باب التعالي أو الأنا، لكن حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح. حتى الشيخ الحبشي، وأقول بالمناسبة، كان يعرف، وأنا ما كذبت، وما والله لست بكذاب ولا كاذب، وأشهد الله على ما أقول، وأنا أقول لهم لهذا المنبر، فقط احلف بالله أنني كاذب واحلف بالله أنك صادق. وهذه رسالة مني، والله وبالله وتالله أني صادق، وأحلف بجوف الكعبة أني صادق. وهو يقسم بالله إن كنت كاذبا، يقسم بالله. وسأذكر بعض الإخوة لأنهم كانوا شهود على هذا الواقع أو هذه الواقع. كان يعرف فقط مقع موقع الذي كان معنا في الساحة، موقع الشيخ الحبشي، أقول حفظه الله، لأن لابد نحترم الشيخ في الإسلام مع أنه آذانا، ولكن هذه أخلاقنا نتعلمها. المهم، الشيخ الحبشي له فضل، الشيخ الحبشي له فضل. لا أقول لها لأني أطمع في شيء، أنا خصم ولده يوم القيامة، لكن أقول الحق، وأقول الحق من ربكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كان له سبق وفضل في المقاطع وفي موقعه الذي ترونه الآن، وفي مقاطعه خصوصا الصوتيات، وكنا ندل الناس أن يستمعوا صوتياتي. أقول الحق ولو على نفسي، مفهوم؟ الشيخ الحبشي وضع في صفحة خاصة أن أحد إخوة رماني وما كنت أعلم في تونس سنوات، وقال من ذا الذي ينعث الشيخ نعيم ربيع الذي عرف بالفضل وكذا، وأثنى خيرا في صفحة طويلة، صفحة خاصة، وضع صورة لي وأنا جالس في مقر قديم، ولازال موقعها موجود، هذا المقطع موجود، وأنا أرقي أختم، والله على ما أقول شهيد. وما تنبهت بهذا لانشغالي وكبابي على الحالات، لكن جاء زاني أحد الإخوة حين كان من المحبين، اسمع، زاني وهو معروف الآن مشهور، زارني أحد الإخوة كان فقط من المحبين والمتابعين، ولم يكن حين يمارس الرقية. أنا الحمد لله كنت داعما له حتى أصبح معالجا، وهو معروف الآن من المشاهير. فجاء عندي وقال لي انظر الشيخ حبشي عمل كذا وكذا، وأرسل لي هذه الصورة واحتفظت بها عندي، وما خرج وقلت زكاني أو فعل أو فعل، لكن أتعجب لأن كنت حينها أمثل المغرب، أمثل التوحيد، أمثل الرقية، أمثل الاجتهاد بفضل، حتى تغيرت أمور وتقلبت أمور، والله المستعان، والله المستعان. لست نادما على أي شيء فعلته في باب الرقية، بل أنا أعتز به وأفتخر به، وأقولها أمام الملأ وأمام العلماء وأمام الفقهاء، ما كنت أسير في باطل قط في باب الرقية. ولكن قد يقع الزلل في التصوير، قد يقع الزلل في كلمة، في آية، في دعاء، لكن كمنهجية أبدا، وأعي ما أقول وأجادل فيها بحق لا بالباطل، وعليها ألف برهان وألف دليل. لم نحي الشرعية، لم نحي السلوكية، لم نحي النفسية، لم نحي العلاجية، ولم نحي النتائج، حتى سطرت لمنهجية يتبعها المئات المئات أو آلاف الآلاف من البشر الآن في العالم. ولا أدرك مبالغا، فقد زرت دول شتى وعدة، وأعلم ما أقول، ويكفي فخرا أن الأشرف والأخيار والفئات مختلفة في العالم تتابع، منها الطبيب والمهندس والمدرس، ومنها بفضل الله تعالى الواعظ، ومنها الشيخ، كلهم بفضل الله جلسنا هذه الفئات، ورأينا منهم ثناء عاطرا وخيرا، حتى نبين بفضل الله جل وعلا. لكن ما وصل هذا الاجتهاد بالسهل، حوربنا أننا نقرب القرابين، حوربنا أننا مع الماسونية،
حرمنا أن نسجد الناس لإبليس، حرمنا أننا نصور الناس دون إذنهم، حرمنا بالباطل في أمور عدة، في أمور عدة، ومع ذلك ما توقفنا أبدا، ما توقفنا قط بفضل الله جل وعلا. نواصل على نفس الكيفية وعلى نفس السير وعلى نفس المنهاج بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح الواقع الذي هو نعيشه الآن يعج بالرقاه وبالمعالجين، ويعج بفضل الله سبحانه وتعالى بأساليب العلاج وبالاجتهاد بفضل الله مشرقا ومغربا. وهذه ظاهرة صحية كنت دائما أقولها، معالج خير من شواف ومسحار، معالج خير من أصحاب الكارطة وأصحاب الدون، معالج خير من الذي يأخذك إلى الأضرحة والقباب والقبور، ولا زلت أقولها. لكن تبقى المسألة مسألة هي تنظيم وتأطير بفضل وتوجيه بفضل الله سبحانه وتعالى فقط، الكل فيه خير بفضل الله سبحانه جل في علاه. إذن أحبتي في الله، أعتذر على النفاع وأعتذر برفع الصوت، لكن الكلام سبحان الله يذكرك بهموم بأحزان، أسأل الله أن نجد ثوابها وأجرها في الآخرة، لأن أقولها في سيري حوربت كثيرا وسأجد الثواب عند الله، والخصوم سأراهم عند الله عز وجل، وعند الله تجتمع الخصوم. ما أقوله ما حرب معالج من المعالجين كما حرب نعيم ربيع من المعالجين إلا من رحم الله. قد أحسن الظن بالبعض، ولكن البعض اتضح لهم الحق، لكنهم ما شفت شيء من ذاك الجانب اللي هو خصنا نشوفوه، ديال الخوف من الله عز وجل، ديال طلب السماحة والاعتذار ويبرأ الذمة حتى ما يحترق الله عز وجل سالمان، ويلقى الله عز وجل خفف الحمل. هذه ما اشتهاش، هذه ما اشتهاش، مع أنني إذا خرجت فإني أخرج سالم الصدر للجميع، ولا أحمل في قلبي حقدا، ولكن كشوية تعلمناها من ناحية الشرعية أقول عيب، حرام وحشومة، حرام وحشومة. فلهذا السؤال المطروح الآن إلى العامة والخاصة، لماذا لن نضع الأمور في نصابها الصحيح؟ شنو هو النصاب الصحيح؟ النصاب الصحيح هو الموازنة، أن الإخوة اللي كيشاهدوا أصلهم هو رفع العلة والداء عن الأبدان، هو بداية والدعوة إلى الله والتوحيد التام، ألا له الدين الخالص. إذن يجب أن يفهم كل إنسان أن الراقي إن لم يتسلح بزاد التقوى وبزاد الدعوة إلى التوحيد فرسالته هذه فيها ما فيها وعليها ما عليها. فأول ما يبنى عليه هو أن الناس نحارب من سكنها ومن آذاها في دينها، أو من جاءها بعقيدة هشة خربة حينما جاءت من ذبحت وسكن يهودي أو نصراني، أو أخذها إلى السحر هي بذاتها أو سحر لغيرها، وهذا موجود. يعني نحن الأصل أن نحارب السحر، سحرة الإنس وسحرة الجن، نحن نحارب سحرة الإنس وسحرة الجن. إذن الراقي حينما توجه إليه الإشاء الأنامل والبنان وشغل السهام، لابد أن يقف الإنسان مع نفسه. الآثار الجميلة لهذا المعالج، السير الجميل لهذا المعالج، فضله بفضل الله تعالى، نوره بفضل الله، تأثيره بفضل الله، ماذا قدم وصنع بفضل الله جل وعلا. وأقول للأمانة هذا يشهد به بالنسبة لي الملايين والملايين، فلا يضرني فرد أو أفراد، ونسأل الله القبول أن يكون هذا مقبول عند الله عز وجل. نقول نقر بالخطأ والتقصير، لكن ما نقدمه لله جل وعلا يعلمه الله على كل يوم دون استثناء، كل يوم تربينا بفضل الله عز وجل في أحضان السلفيين، في أحضان أصحاب المنهج، تربينا في أحضان العلماء الربانيين وطلبة العلم المخلصين، تربينا بفضل الله تعالى في بيوت فيها الوقار، فيها الهيبة، فيها النخوة،
تربينا في بيوت فيها الجود والكرم، تربينا بفضل الله في الشبعة، تربينا في طلعتنا في الذوق والأناقة، تربينا بفضل الله جل وعلا في الإحسان إلى الغير، تربينا بفضل الله في بر الوالدين، تربينا بفضل الله عز وجل في الوقار، تربينا بفضل الله في حسن الجوار، بصلة الأرحام، هذه كلها لها واقع ولها تأثير بفضل الله يا رب العالمين. ثم أنها نمت وأشبعت لما تعلمنا مراد الله منا، ماذا يريد الله عز وجل، ولما وفقنا بتوفيق الله للدعوة إليه. ثم فتح الله في باب الرقية حتى بفضل الله يجمع لنا كل ما نصب إليه، دعوة الخلق جميعا إنسا وجنا، وموعظة، دعوة، توحيد، قرآن، علاج، مواقف بفضل الله، كل شيء كنا نريده جمعه الله تعالى في باب الرقية، كل ما كنا نريده باب الرقية بفضل الله عز وجل، حتى سرنا بها بفضل الله. كان جدفو، فهمتني، كان عوم وكان سبحو وكان صبرو، حتى وصلنا بفضل الرقية على 25 عام عبر وسائل التواصل. هذا السلاح جعلناه لله، مفهوم، هذا النور جعلناه فعلا نور لله عز وجل. كاين اللي كيعرف نعيم ربيع وكان عمره غير 7 سنين او 10 سنين، هناك من التزمت بحجاب، بنقاب، بصلاة، بسبب المقاطع او بسبب الدعوة الى الله او بسبب مقطع او بسبب مجلس او جلسة او علاج. اسلام الانس والجن بفضل الله عز وجل، شفاء حالة مستعصية، ملفات عندنا ما شاء الله، اللهم بارك، لشفاء الحالات المعقدة والمستعصية بفضل الله عز وجل. إذن أي خير نرجو؟ هذا خير كبير فوق هذا الخير، هذا خير كبير جدا بفضل الله عز وجل. يكفي أنك تدعو معك العمات والجدات والخالات وفي مختلف الجنسيات والقارات، دعوات تصلك بالليل وبالنهار بفضل الله عز وجل، مفهوم، فالحمد لله. إذن لا شك أننا نحمل شعلة، شعلة مهمة جدا يسير في ضوئها ويسير بفضل الله تعالى في نورها كثير من الصادقين المعالجين الذين يحرصون على إنقاذ الناس وشفاء الناس بإذن الله عز وجل. وأقول وأكررها، الرقية ليست بالاسم بالمسميات، ليس أنك تكون تكتب خبير، تكون راقي، شرعي، كذا، ليس بالمسميات. أنا ما زكيت نفسي، قلت منذ أن بدأت كتبت الراقي المغربي، أول من كتبها على العالم الأحمر هذا العبد لله. اسمع شحال من حاجة بفضل الله جل وعلا، حتى أصبحت لما ما نسبت لنفسي الخبير، الدكتور، الشيخ، العلامة، الفهمة، الراقي المغربي، راقي وعزة بالبلد، بالموطن، بالأصل، ورقية بفضل الله. حتى ديك الرقية الشرعية ما كتبتهاش، ليس أنني أتنصر منها وأتبرأ منها، بالعكس نصل على الشرع، لكن سبحان الذي وفق وألهم الراقي المغربي. فأقول وأكررها، الاسم الذي أنا اخترته لنفسي وسار عليه عشرات ومئات المئات من المعالجين في المغرب فقط، فما ظنك بدول أخرى، الراقي المغربي أول من كتبه هو عبد ربي. والعالم الأحمر أرجع إلى تاريخه تجد أن أول من كتبه هو نعيم ربيع. فنعيم ربيع الذي كتب أنا راقي معالج مغربي، بمعنى الغاية عندي أني أعالج الناس. الشرع هنا، الشرع هنا، والشرع سلوك ليس ادعاء. لكن للتفريق بين الشرعية، لماذا قال العلماء الرقية الشرعية؟ للتفريق بين الكفرية والبدعية. لكن نحن ندين بالرقية الشرعية اعتقادا، لكن كذاك ندين الله تعالى الرقية علاجا، وهذا ما يرجوه الناس منا. أما الشرع ندعو إلى الله إنس والجن إلى الشرع، إلى التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جلي لي الرقية العلاجية، وهي التي رأيت من خلال ما عشت مع الناس، مع مئات المئات من الحالات، أني لابد أن أجتهد حتى أخلص من العلة،
راه ما غاديش تقرا عليه سنن ابي داود ولا النسائي ولا اقرا عليه البخاري ومسلم. الحال تقتضي استخلاصه من العدو ومن العلة. اما ذاك فهو لي كزاد وبضاعة به ادعو الى الله على بصيرة انسا وجنا. اما الذي امامي يحتاج مني ما يوافق الحالة في دعوتها وفي علاجها فهي رقية علاجية. ومن جاد هذا ونفع به نفع به الله جل وعلا فهو على خير. فمن لم يوفق الى هذا فيه خير، يقول انا ارقي اقرا قارئ ولا استحي في ذكر التفصيل، فهو تفصيل واضح بين بفضل الله تعالى. مفهوم؟ الرقية التي ندين الله جل وعلا بها ومن يسير على السير بفضل الله تعالى هي انك تعرق، هي انك تتعب، هي انك تفهم، هي انك تبحث حتى تصل بالناس الى العلاج. وعلاج الاصحاب المركبه ليس سهلا، يحتاج الى علم وفهم وقوه وصبر. الموروث كذلك، الحالات المركبه كذلك، ليست ادعاء وليس رقيه خفيفه ها نهائيا. وانا اعم اقول امام اهل الحق والنور وامام العدل وامام القانون وامام الشرع وامام المنهج وامام العامه والخاصه، اعم اقول جيدا. والميه تكذب الغطاس والميدان حميدان. الناس تموت، تتقطع، تتوجع، تتالم. الناس اختلاف اصابات قد يفقدها عقله، قد يفقدها ايمانه، عفتها، مالها، بل حياتها، لا اقول زواجها وابناء، حياتها. ويتحدى ويتالم. عدو ماسوني يهودي مجوسي لا يظهر، قوة، أشياء كثيرة. فدعت الضرورة للبحث في الأحلام. انظروا بحثي في باب الأحلام قبل 20 سنة إلى يومنا هذا، كيف أسطر الرؤى والمنامات والأحلام، كيف أفرق بين الرؤيا والرقية، وكيف نفرق بين الحلم وبين الرؤيا، ونفرق كذلك في الرؤية المصاب ورؤية غير المصاب. وكل هذا معلوم بفضل الله، والمقاطع شاهدة عليه، ليس ادعاء، ثابت باسم نعيم ربيع. الادعاء لا يهم. عدد الكلمات التي تكلمنا بها والشروحات والمقاطع والدروس وربما هي أطول من سيرة فلان أو علان بفضل الله عز وجل. وفيما ينفع، فيما ينفع بفضل الله تعالى. والمية كتكذب غطاس، خصنا نتكلموا بهذا الواقع باش يفهموا الناس، باش تكونوا منصفين يرحمكم الله. الأحلام من خلال ما كنا نعيش مع الحالات يومية المعقدة والناس يتصلوا بينا ويديونا ويسافروا، وكنا نمشوا غير في الكار أو نشوف في البداية مع الناس يديونا الناس، أو حتى يسر الله من الله عز وجل بالسيارات البسيطة، وكنا نضرب مسافات طويلة جدا. نعم مسافات طويلة، والله العظيم ياك تمشي من كازا حتى للعيون 12 18 ساعة سيارة. أشهد الله على ما أقول، وألقي وأرجع في نفس اليوم، أشهد الله على ما أقول، نوصل حتى للعيون ونرجع. أما الناظور كانت عندي بحالة كنجيب الناظور بحالة مشيت ساعة جمع فين وكنرجع. الناظور كانت عندي بحالة خارجة وأرجع، كنت خاصني كل أسبوع أذهب إلى الساحل الريف. لماذا؟ الخبرة أصبحت. أما أكادير فكنت والله دائما أذهب إليه، الفيرمات وكذا والأصحار، الناس اللي عندهم أصحار في الهواء وكذا، كنت دائما عندك. إما أذهب إلى الناظور وإما أني آتي إلى أكادير، هذه الجهات سحر ريف وسحر سحر سوس. كنت دائما أنا قبل 20 سنة دائما أنا عندي زيارات للفيرمات وزيارات للبيوت والأسر، والمقاطع شاهدة. نقول لكم هذا في الريف وهذا في الناظور، هذا في سوس، هذا في أكادير. الخبرة ما تولدت بين عشية وضحاها. كل هذا من أجل أن نرتقي بالمجال وأن نشرح بالتفصيل. فلا بد ان افكر كيف لي اقول هذا الشيء، ما عندي، ما في مقاطع تعلم الناس، الناس ما تفهم ما معنى الاحلام، ما تعرف ما فهم هذه الثعاب والحيات، هذه الكلاب، هذه الاشياء. فكنت حريص ان اسمعها للناس من افواه الناس، وان ابينها بالشرح الذي يليق بمقامات الناس، باختلاف مقاماتهم اختار الاسلوب الذي يناسب كل مقام حتى يستوعب الامر،
واسقطك لك على الرقية حتى يسع الناس الامر على ارض الواقع، فهو اوقع على للفهم بفضل الله وانسب للفهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى فهم وذكاء. يعني فوظفنا كل ما احبنا الله سخر الله تعالى في هذا الزمان كي نكون بفضل في هذا الباب، نوظف ما احبنا الله جل وعلا. الله اللي اختارنا باش نحط العلم والفهم والذكاء والكاريزما والتنقل والسيطرة على الأشياء وكذا، أمور كثيرة بفضل الله تعالى كي تجعل في الرقية إشعاع ونور بعد ما كانت السنة شبه غير شبه ميتة، خاصة في البلد المغرب كان الناس يقولوا رقية رقية، لا يعرف حتى اسمها، كثير من الناس لا يجدونه لا يعرفونه، حديث عن عهدهم كان غريب على ألسنتهم. هذا نعم شيء عشناه يا إخوان، هذا شيء عشناه. إذن كيف لكم، كيف تحكمون، كيف تحكمون بالله عليكم؟ قد يكون هناك من كان يعالج ويرقي لكن وفق شيء عشوائي، شيء غير ممنهج غير معطل، يؤجر صاحبه وله الأجر، وقد يكون له السبق والأجر، لكن نحن أخذناها بالرقي بالذوق، أخذناها بالعقل بالعلم، أخذناها بالوسائل التي توصل العلم، استعملناها فيما ينفع حتى تبين للناس مشاربهم بفضل تعالى، ليحيى من حيا عن بينا. أصبح الناس يعرفون الشرك والتوحيد، الذبح لغير الله، الذبح لله، يعرفون ما هي العين، الحسد، الجن، الشيطان، المراتب، الملوك، العاشق، الطيار، الغواص، اليهودي، النصراني، العلامات، الأحلام، الألوان وغيرها من هذه الأمور. هذا أمر واضح، الأمر واضح جلي. ونرتقي بفضل الله جل وعلا مع ما نكرم من مخاطر وأهوال وطعنات وحروب ونصبر، ليس لفلان، ليس للمقام المالي أو الدنيوي، احتسابا لله. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فاتصل وتواصل بفضل الله، لأن تم المعية من الله بنصة كتاب الله وتوحيده جل في علاه واتباع رسول الله، وكذلك نصة المكلوم من الإنس والجن، وإنقاذ الحياة والضالين من الإنس والجن، والمقهورين من المطلوبين والمحسودين والمسعودين من الإنس والجن. فأصبحت بالفهم والعلم والإدراك تجل خبايا كانت في الأبدان ما يعرفها الناس، في المراتب والرتب والعقد والأصحار والمسلسل والمسجون والأسير، ما كان يعلمها كثير من الناس بواقع الرؤية والمتابعة والمشاهدة والتفصيل، حتى بيناها بفضل الله تعالى. حتى من كان يسطر في المنتديات ويكتب، كان يكتب وفق ما يراه هو مع جلسة أو جلسة، لكن لا يراه الناس الآخرين، فكانت الرؤية أوقع في العلم بفضل الله تعالى. فبينا طاعة واحتسابا وأجرا لله جل وعلا. ثم بعد سنوات جاء هناك إخوة وتلمذوا بفضل الله، وأحبوا المنهج بفضل الله، وأحبوا التوحيد والدعوة إلى الله، فأصبحوا يسيرون على هذا السير بتوفيق الله عز وجل. باختصار شديد جدا كمقدمة حتى نبين ما نسعى فيه وما كنا فيه بفضل الله، وما لازلنا فيه وسنسير فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. عفوا؟ إذن هذه النقطة الأولى بتوفيق الله جل وعلا. والآن أقدم على النقطة الثانية إن شاء الله عز وجل. النقطة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى هي مسألة الخلافات. أنا أريد الآن حصل اللي حصل ووقع اللي وقع، الله تعالى يعرف الصادق من غير الصادق. الآن بغينا نوضع أمور بإذن الله جل وعلا. مثلا أنا أريد صراحة، يعني أتمنى ذلك والله العظيم، أتمنى أن كلامي دائما قسوه بالعقل وبالفطرة وبالإيمان، وعندكم الحمد لله الوسائل. أنا بغيت أتمنى أن يزال الخلاف من الساحة، لكن مع أنه صعب جدا لكن ليس بالمستحيل، لكن أتمنى كنتمنى أن كل الفئات والشرائح في المغرب التي تنتمي إلى الرقية، أن كل وحدين يكتبوا بإذن الله بالصدق والصفاء والمحبة المنهجية التي يتبعوها. بس أنا كباحث في الباب، كمجتهد في الباب في العلاج، بغيت غير نعرف كل واحد مثلا فضلا لا أمرا
طريقته المتبعة في العلاج. أنا طريقتي معروفة، واللي كنبينو ليكو هو اللي كنعالج به ولا على المباشر يوميا. ما غنبين 5 دقائق وأخفي 40 دقيقة، ما لن أظهر 10 دقائق وأطفئ الكاميرا أو الضوء. الذي عندي في السر والذي عندي في العلن، باب العلاج الحمد لله رب العالمين. وصلت وصلت. فكانت منا أعرضوا علي رقاكم، كانت منا كطلب باش يساعدنا كلنا كإخوة باحثين أو كندبوا على الدين أو على أعراض المؤمنين، سمي كيف بغيتي. بغيت كل فريق مثلا يقول لك منهجيتي تنحصر في 1 2 3، لا أتكلم مع الجن فأكتفي بالدعاء المتوارث أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مثلا يقول لك أقرأ آيات القرآن فقط، أنا أدعو الجن، أنا لا أدعو الجن، أنا أرى بأن الجن تصدر أصواتا وتفسيري فيها كذا أو كذا، أو أرى أنها في التشكل ولكني أرى فيه كذا وكذا، أنا أرى بدعوة الجن، أنا لا أرى بدعوة الجن، أرى أن بفك العقد، لا أرى بفك العقد، أريد تفصيلا، أريد فقط تفصيل. هذا فقط سؤال طلب من أخ، ما تعتبره شيء، تعتبره من أخ، من أخ، وهو من باب الصدق والأمانة. أن كل واحد يرى مقعده ويرى حاله وسيره ويرى منهجه بفضل الله. من كيش تاخذ تحكم على واحد واضح صغيرة وكبيرة والآخر غير واضح. أنا باش نناقش، أنا مستعد نناقش جميع الفئات. فران قد حمى بفضل الله عز وجل بكل أدب والحياة وكيعرفوني. أنا طرابج ليكون معينية في الأرض ما خرجش العين، لكني لا يهضم حقي في باب مسألة ما في الرقية الشرعية أمور الرقية العلاجية نهائيا، لا يهضم حقي بالمرة، ليس حقي حق المريض، لأني أدين الله بهذا الذي أراه وأسلكه لعلاجه، لا أنافقه وأخدعه أو أعرف في حقته وأخفي. لكن لما أنا أرى أنك أنت أعلم مني وأقوى مني وأقدر مني وعندك أسباب أو تبين طعني في مسألة بإقلاع، لزاما علي لله تعالى أن نحني راسا ونقول لك سمعا وطاعة، ومنك تعلمنا واستفدنا، لأن بينتي من ناحية العقدية والشرعية ومن ناحية العلاجية المنهجية. أقول لك جزاك الله خير، أخذتني من الضلال ومن النار وأفدت الناس ودسان، ووعد وعهد علي أن أبين هذا وأنسبه إلى صاحبي وقائله. هذا هو اللي تعلمناه، التواضع، وينسب العلم لصاحبه بفضل الله تعالى ولأهله. إذا لابد أن كل واحد بفضل الله جل وعلا أنه يكتب منهجيته. أن يقول منهجيتي لا تكلم مع الجن ولا يسعى الجن، وأن معظم الناس عندهم مس وهمي، فقط 5% أصحاء مرضى والبقية البقية أصحاء، ورتبوا المس الوهمي بناء على نصوص شرعية أو علمية أو أبحاث، 1 2 3، جميل يحترم، جميل حتى يناقش نقاش علمي ونقاش منهجي كذلك. إذن حق لكل من ينتسب إلى فريق أو ينتسب إلى منهجية يراها أنه يكتبها بالتفصيل الممل، لأن أنا منهجتي واضحة بالتفصيل الممل وأفصل وأفصل. فكنتمنى، كنتمنى من قلب يحبكم ويحب الخير لنفسه ويحب لكم ويحب للمرضى أن كل واحد بفضل الله تعالى يكشف عن منهجيته الحقيقية، يكشف بفضل الله تعالى عن سيره الحقيقي في باب العلاج، وترفع له القبعة. لأجل نحترمه، لأنه قال أنا ما كنافقش، أنا ما كنكذبش، ما كنراوغش، ما كنبينش، أنا هاكي باش كنعالج. وغادي نشوف، هذه أول نقطة لابد أن تكون. ما نبقاوش مخبعين وكنضربوا في الناس أو لا كيضربوا الناس وحنا ما فاهمين والو. الله يجزكم بخير. أتمنى من الإخوة إن شاء الله كل واحد يكون بحال يكتب واحد رسالة، واحد يعني بحث بسيط يأخذ منه 10 دقائق، بعد الحمد لله وصلت رسول الله وما ندين الله به نحن أنا وما أراه وما يراه من معي، أو مثلا على أسباب كل واحد يتكلم عن راسه، ولا الإخوة يقول لك مثلا أنا أميل إلى ما كتبه فلان، واحد مثل يحرر بقلم طيب مبارك، كلمة طيب مباركة، أنا أرى من ناحية الأحلام كذا، من ناحية الرؤية كذا، من ناحية اليقظة كذا، من ناحية الموروث كذا، من ناحية السلالة كذا، من ناحية مثلا السحر في البطن كذا، من ناحية التشكل كذا، من ناحية التأثير بالآيات كذا، من ناحية الدعوة إلى الله الجن إلى كذا، من ناحية الأشكال والأديان كذا، من ناحية فك العقد والتعوذ بالله والتقوى كذا، يبين كل شيء
بفضل الله جل وعلا، حتى يصبح أمره مكشوف وأمره بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى واضح. فأسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق. ما أقول هذا إلا من أجل جلب المحبة والتوافق على المحبة بصدق ومحبة بإذن الله عز وجل. علاش؟ ملي كنلتقي مع بعض الإخوة كنفهم قبل ما نلتقي به، كنعرف أن منهجه يعني واضح، ما غيبقاش يقول لا هذه قلتها لا هذه ما قلتهاش، هذه أدل برأي الله، هذه كانت عندي وغيرته، وهذه أرض. خلاص كل واحد كما يقولوا بلاكتو على ظهره، واللي كيشطح ما كيخبع على حيدته، كيصبح كل واحد منهجيته واضحة بفضل الله عز وجل. هذه أتمنى أن تحظى بالنور وبالقبول إن شاء الله جل وعلا. المسألة الأخرى، أنا اليوم تواصلت مع أخي محمد بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان بيني وبينه اتصال، وما تواصلنا مدة عام تقريبا، واليوم كأننا بفضل الله تعالى ما بيننا خلاف نهائيا، وما كان أصلا بيننا خلاف إلا أمر بفضل قد اتضح وتبين بفضل جل وعلا. لكن أقولها والحمد لله ويشاطن الرأي فيما قلت بفضل الله سبحانه وتعالى، أن يكون الصلح من الجذور ومن العمق. إذن الحمد لله الأخ راه كيعرفني وكنعرفو، راه ماشي غنكون رئيس جامع رئيس جمعية رئيس عبثا، لا يمكن باش نكون نعطيو الناس حقها. فأنا أرى أشياء ويرى أشياء توافقنا عليها، لهذا قلت حينما قال عقد لقاء وطني أنا أقول جزا الله خير. لكن قلت مسألة أخرى، قلت حتى لأن كم تقينا كم جلسنا من سنة سنوات ونحن في رحلات مكوكية في مكناس في الرباط في مراكش في أكادير في غيرها من المدن، كانت رحلات هنا وهناك. وقلت بصدق يعني من قلبي، لو حققنا المحبة والأخوة الصادقة في هذه اللقاءات لفزنا، لكن للأسف لا تظهر هذه العلامات إلا نادرة. والدليل أن إخوة يعانون من كان لهم من الإخوة، ولذا قلت حتى الفكرة التي قلت قديما مسألة الصندوق، الصندوق الذي يؤلف بين المعالجين، ليس كل معالج ميسورين، ليس كل معالجين في وضعية جيدة، ليس كل المعالجين عندهم تأطير يحتاجون لمن يذب ويساعد عنهم، لكنهم غير يحبون المجال. وهذا قلناه في مقاطع سابقة في سنوات، لكن للأسف كذلك إخوة تعرضوا للفتن والطعنات، من دب عنهم؟ من وقف إلى جانبهم؟ فقط ممن كانوا معه وكانوا يضمونهم ويعانقونهم ويصافحونهم. هذا هو الإشكال. لا أشك في محبة الناس والإخوة بفضل تعالى، لكن لا أشك فيهم أبدا، لكن حقنا كعقلاء أن نجد المخرج والسبيل الذي به بفضل التآلف القلوب صدقا والتآخى صدقا بفضل جل وعلا. ما يمكنش أنا غتحطي في مقام إنسان يلا هبادي ولا إنسان مثلا كذا وكذا، ما يمكنش، وأنا مسؤول والآخر مسؤول، إحنا اللي علينا المسؤولية، إحنا الذين نتحمل المسؤولية. راه في النهاية يقول لك ماذا قدمت الجمعيات والرابطة، وهذا حق لهم أن يقولوه إذا سمعناه، وسمعتم بعض الإخوة حق لهم أن يقولوا هذا الكلام، وأنا بنفسي أقوله، لكن لا يعلمون الإخوة، لا يعلمون قدر المشقة والجهد، لا يعلمون قدر العراقيل. الإخوة لا يعلمون هذا، لا يعلمون الكواليس. الإخوة كيحكموا على الظاهر، ما كيعرفوش الحروب التي تحارب، الذي ربما يعني كتقف في 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 صالح هذا المجال. الإخوة ما كيعرفوش، الإخوة ما كيعرفوش أن ثمة طوابير وأبواب وصف آخر غير الرقاة. لا يمكن له أن يجعل لك التيسير والتسهيل في باب في هذا المجال بالضبط، لأنه له علاقة بالعقيدة، له علاقة بالدين، له علاقة بالطب، له علاقة بالنفس، له علاقة بالسلوك، له علاقة بالبيت، له علاقة بالأسرة، له علاقة بأشياء كثيرة جدا. هناك أناس تريد أن تضربها في تضرب في المعقل، تضرب بقوة. الذي لا يفقه السياسة لن يفهم ما أقول. لما درس وما بحث ومتواصل في الباب السياسي ومتابع لن يفهم ما أقول. نحن الآن في حرب، فقط الآن باش نخرجوا غير اللغة الفرنسية دير معاها الحرب ومشاكل.
الان فرنسا كدير عراقيل المشاكين، كل الادارات الان والطابور الذي يتبعوها عام المشاكين. النظره ديال الدوله في شق، واتباع فرنسا في البلد في البلد الواحد في شق اخر. بغيتك تفهم الميساج اللي بغيت نوصل لك بلا ما نوضح، توضيح الواضحات من المفضحات، واللي ما فهمش خاصو يمشي للخاص باش يفهم. فلا كان الاخ كيدب على المجال واخوه معاه، الامر ماشي سهل. حتى انك تطرق باب ويسمع لك، الامر ماشي سهل. ومعك نقول هناك تقصير منا جميعا، لان ما ضاع حقه راه مطالب. لو كنا فعلا ندعو الى هذا الباب، وكانت مساله يعني هدف عندنا من الجوف من الداخل ومن القلب من الداخل، وكنا كلنا على يد واحده، كونوا على يقين ان كان الامر يتغير منذ سنوات. وكان يد واحده لا تصفق. انا بالله عليكم اسالكم، من منكم يعني حريص على تمثيل رايه المعالجين في المحافل الوطنيه وفي المحافل الافريقيه والاقليميه والدوليه؟ يقول لي واش يمكن لنا؟ يمكن. من منكم يفكر في انه يرتقي بالمجال فقط في التعاونيات وفي الجمعيات، سواء داخل البلد او خارج البلد؟ هل يمكن؟ يمكن. طيب الاحتفالات الدينيه والوطنيه، من فكر انه يرتقي بالشعله ويظهر الوجه المشرق الطيب في هذا المجال؟ يمكن؟ يمكن. تصبح قضية عادلة حينما تظهر قوتها ونورها. إلا كان العكس هو اللي كاين والآخر مغيب، اش كتسنى؟ أعطيكم مثال. اليوم وأنا أصلي الجمعة، وسمحوا لي على التفصيل ولكن الحقيقة، وشهد الله أني كنتكلم معكم بالصدق. اليوم في الجمعة صليت في الدار البيضاء، مسجد يضم مئات المئات من المصلين، وانا اعي ما اقول، مسجد مكتظ ما شاء الله وكبير ما شاء الله. فكان الخطيب حفظه الله رجل مسن كبير، لكنه ما شاء الله وافق في اشياء وخالف اشياء، لكن عموما ما شاء الله. فتكلم عن التفاهه، تكلم عن التفاهه في واقعنا، وضرب أمثلة كثيرة عدة، نماذج أو أمثلة للتفاهة في المدارس في البيوت، وثم دخل على وسائل التواصل الاجتماعي. والله وبالله وتالله ضرب مثال للرقاة والمعالجين، أشهد الله على ما أقول، أشهد الله على ما أقول. كان معي في الجمعة مسؤول، أخ في الدولة مسؤول. لما تكلم الخطيب نفسه التفت إلي، بتقول له احنا في الجمعة، كي خليك احنا في الجمعة. والله العظيم أشهد الله على ما أقول، اليوم لما انتهينا لما تكلمت، انتظر المسؤول ماذا سيقول للأخ الكريم. قال لي للأسف أنه لا يفهم التفريق في المسألة. قلت الحمد لله، إذا تواصلي بين الحمد لله خيرا. قلت الحمد لله المسؤول يفرق. قال لي لا أشاطره، التفريق مهم، كان لازم أن الناس يفرق لها بين الصالح والطالح. فقلت الحمد لله. فأصبح هو يدب عن الرقية في السيارة، ذهب لنا السيارة، ولا زال المسؤول هو يدب ويدافع عن الرقية. الحمد لله، لأن ملي كيصاحبك شي واحد وكيقرب منك كيعرف منك، لما يصاحب واحد مزيان يعرف أن المنهج مزيان، يصاحب واحد خايب يقول هذا كلهم منهجهم خايب. وهذا هو هذا هو الغريب في الأمر، هو المشكل. خاصنا نكونوا خير السفير، لابد نكونوا سفراء لهذا المجال، نسمعوا في حقنا والأذير في المجال، نهضم حقنا تهضم، ولكن ما يتهضمش حق المجال. والأمر ماشي سهل، خاص يكون من الجوف، عن طيبة نفس وعن قناعة وعن حب. طيب إذن أحبتي في الله،
قلت تواصلت مع الأخ محمد، فالحمد لله الأمور طيبة. أنا أقول الإخوة يجتمعوا فيما بينهم، إذا كان حس الغير على المجال الكل سيتقدم. الإخوة يكتب كل واحد مثلا منهجيته ويلتقي بالأطراف بفضل الله عز وجل ويناقشوا هذه المسائل، ولا يغيب أحد. أنا بغيت واحد ما يتغيب، خاصة في اللقاء الكبير يضم الصغير والكبير، القاسي والداني، القريب والبعيد، الذكر والأنثى، في الحجامة، في الأعشاب، في الطب التكميلي، في الطب الشعبي، في الأعشاب، في الرقية، في الموروث الشعبي، كل من له صلة بهذا الأصل يأتي بفضل الله عز وجل لينصر قضية، قضية وطنية وقضية بفضل الدينية وعقدية ومنهجية وبفضل الله، لأن لا نرضى أن يغلق هذا الباب فيتح باب آخر. إذا أغلق هذا الباب ولن يغلق، وأنا أجزم لن يغلق، وأنا عم أقول لن يغلق، حتى إذا أغلق وهذا هو الغريب الأمر، سيغلق على البسطاء وسيغلق على الضعفاء وسيغلق، يعني يتأذى منه الناس اللي يلا بادين وعندهم غير على المجال وحب للمجال. حتى وإن أغلق، وأنا كنقولها حتى وإن أغلق باب الرقية، لكن الإخوة اللي الحمد لله عندهم أرزاق وعندهم دخل وعندهم مشاريع من جهات أخرى، حتى وإن أغلق غيطيروا للبيوت وغيطيروا للدول وربما أريح لهم من جهات أخرى. وعلاش غنوصلوا لهذا المستوى والناس كتنفع الناس؟ راه الناس الرقات كينفعوا الناس، راه إخوة وأخوات كينفعوا المرضى، راه المرضى في حاجة إلى العلاج، لكن شنو هو محتاج إلاش؟ محتاجين للعلاج، ماشي اللي غادي يجي يقرأ عليهم كتب السنان والمسانيد والصحاح. القرآن راه هو الغريزة والعمدة، قراه. كنت كنتكلم لك أنا على الفقه والدين، هذا أمر لك والتعامل مع الناس، لكن الناس تحتاج العلاج، أول ما يجي نتكلم عليه، نتكلموا عليه. ما هي الأساليب التي سوف يتحقق بها العلاج؟ لما نتكلم مع المسؤول، حنا كنعالجوا ماشي كنستحيوا من هذا الأمر. وعندنا ما يفيد، أمراض نادرة، وعلو أسقام طاحنة. سنين طويلة في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في الخليج، في الدول المغرب العربي، في المغرب تعالج بكتاب الله عز وجل وبأساليب علاجية بفضل الله. كتكذبونا؟ هاي شهادة الناس، هاي التقارير الطبية، هاي المقاطع، بل شهادة الأطباء خاصة نمشيو ناخذوها بعد العلاج إذا كنا أذكياء في الباب. راه ما يمكنش، المغرب راه قرب أكثر عدد من الرقى في العالم، وخاص لزاما لكل معالج أنه يوضع واحد الملفات ديال الناس اللي تعالجوا عنده أو أرقامهم باش يتواصلوا معاهم بفضل الله. بهذا توصل القضية، القضية هي مربوحة، خصنا نكون حنا محامو الناجحين، القضية مربوحة بفضل الله عز وجل، مفهوم؟ حيت ما كنتكلمش على راسي أنا، أنا ما غاديش ندافع على راسي، أنا نخلي أعمالي تدافع عليا، نخلي الناس اللي كيجيو عندي يدافعوا عليا، نخلي التأثير بالمقاطع يدافع عليا، نخلي دروسي تدافع عليا. وانا الحمد لله ما عنديش مشكل، ولكن الاخر علاش مسكين؟ علاش؟ علاش؟ ما لقاش العضد؟ سنشد عضك باخيك، خاصنا نكونوا اخوه، ما يضعفش عندنا واحد، ما يتقهرش عندنا واحد، فهمتي؟ للاسف الشديد، للاسف الشديد، لهذا يكتو أنا كنقولها كأحبة وإخوة، الإنصاف عزيز، الترابط هو الذي جاء به أنزله الله في كتابه إنما المؤمنون إخوة، أصلحوا ذات بينكم والصلح خير، أصلحوا ذات بينكم. لا بد من الصلح يكون من العمق، لا يبقى جرح، القلوب تبقى سليمة بفضل الله عز وجل. إذن حتى لا أطيل عليكم أحبتي في الله، كنقول للإخوة إن شاء الله عز وجل يلتقي الإخوة فيما بينهم ويتصالحوا ويتوافقوا على أشياء والأمور مختلفة فيها، يجلسوا بعقل ويجلسوا بعلم. وأنا كنقولها وكنكررها، أنا ما أقوله ويعرف عني قلته أيام حروب طاحنة ولا زلت أكرره وما غيرته، مفهوم؟ وأتمنى اللي عنده معي شي نقطة خلاف أو يقول في ظهري أشياء أنه يبين لي مباشرة، سواء فهمتي يجليها لي صراحة واضحة،
لأنك نعالج الناس في العلن لسنا في السر، مفهوم؟ كنعالج الناس في العلن وليس في السر. كل من عنده إشكال معي في مسألة من مسائل العلاج فعليه أن يبينها، أول شيء بحب محبة وبأخوة وبإنصاف، وبإنصاف. ولا بد أن يضع نصب عينيه ما قلته، التقدير، الاحترام، الأقدمية، ما قدمناه فضلا ما قدمناه لدين الله جل وعلا ولعباد الله، الآثار الطيبة، الموازنة بفضل الله جل وعلا. إذا التقيت مع أي، لأنه سير مني نفس الشيء، حتى وإن سبق أو ذمني أو عيرني أو سبني، لا أقول أجعله في حلم، لكن يجد مني الصدر الطيب، القلب الطيب، الأخلاق الطيبة، التعامل الطيب. أما أن أجعله في حلم فذاك يرجع إليه هو أن يقر وأن يعترف بالخطأ، إن كان يخشى الله وكان في الموضع الذي ذمني فيه يكون عدلا، لا أقول يمدحه، يكون عدلا فيه. هذا كلام شرعي لابد أن يفهم. ومن أخطأت في حقه أو أسأت لي يبين لي، وأنا مستعد أن أقول أمام الملأ عفوا وصفحا وبما شئت، أطلب الصفحة والرفع عن هذا الإثم وهذا الوزن إن فعلا تبين ذلك، حتى لا ألقى الله عز وجل بإثمك، مفهوم؟ وهذا هو الفرق بيننا، وبه يرفع العبد عند الله تعالى في الدنيا وبإذن الله في الآخرة. هذه مسألة. المسألة الأخرى هي مسألة الاجتماع. أنا أرى بفضل الله عز وجل الإخوة في المغرب، في المشرق والمغرب، في المغرب بإذن الله عز وجل المجتهدين الذين يسيرون على نفس الطريقة والسير الذي يسيروا عليه، بفضل أن يكون بين الاحترام والتوقير والتقدير والمحبة بإذن الله تعالى. وسيكون سأعقد لقاء قبل لقاء الأخ محمد، أتمنى أن أوفق فيه، لأني أريد أن تكون فيه جهات طيبة سوف تعطي ثقل بفضل الله جل وعلا. لا أقول هذا مقصة أو تقزيم أو تصغير لأي إنسان أبدا، أشهد الله، بل أقول دعما ونصرة وتوفيقا للقاء الوطن. هو اجتهاد فرعي يصب في الصالح العام، وأتمنى من كل إخوة الذين عندهم اجتهاد فرعي، احنا كنا في أصل ثمرة واحدة تعطي ظلالها وثمارها بفضل الله جل وعلا، فأنا هذا الاجتهاد الذي عندي يرجع إلى الساق وإلى الأصل اللي هو كتاب وسنة واجتهاد وعلاج، وكلنا عندنا فروع، فأنا شق من هذا الفرع، جهة من هذا الفرع، جزء من هذا الفرع، أريد أن أمثله في رقي كبير جدا، وأن أجمع الإخوة الذي أراهم على منهجي وأؤطر في مكان يليق به، من ناحية الجمال، من ناحية التنظيم بفضل الله، من ناحية الإعلان أو الإعلام، من ناحية بفضل الله تعالى الاستشهاد بما حصلناه في هذه السنوات، بحضور ضيوفكم أكفاء في المستوى الذين سيمثلون الرقية والرقاة وكذلك العلاج وما وصلنا إليه من علاج بفضل الله تعالى، فتكون هناك نخب مجتمعة بتنظيم يكون محكم ومقنن ومؤطر وطيب جدا، ويرى أن هؤلاء هم رجال الاجتهاد على منظومة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثمارها واحد اثنين ثلاثة أربعة، هؤلاء هم الرجال على صعيد المملكة. من يريدهم؟ ذاك شق طنجة، وذاك شق تطوان، وذاك شق الشرقي، وذاك شق الجنوب، وكل مدينة عليها رجالها بفضل الله تعالى، ويعلم أسماؤهم وأرقامهم بإذن الله تعالى، ويكون هو لحمة ومحبة فيما بيننا بإذن الله، ونؤطر لأمور ونتفق على أمور ونتحد عليها دائما على مدار السيرور دائما على الدوام بإذن الله في كل أيام والأعوام في هذا الفضل جل وعلا، وحينها نأخذ بأيدينا إلى اللقاء الوطني بعد ذلك.
أتمنى من الجميع يفهم هذا ويعمل مثله، بأنه غينفع الجميع ويتأخى الجميع ويتحب الجميع إن شاء الله. هذا قلت مع الذين يسمعون نفسه. أما الإخوة الذين سنجتمع معهم بإذن الله تعالى مجموعة، أنا مستعد جسمع أي كان، مستعد بإذن الله عز وجل أريح مع الكل أحبتي، أخ نتكلم ونقول راهم خوتي، راهم حبابي، راهم في المجال، ليس نفاقا، هم يعرفون أخلاقي وتعاملي، لكن منهجيتي هذه قيد أنملة، قيد أنملة لن أحيد عنها إلا إذا ثبت بالشرع وبالقانون وبالعمل والاجتهاد أنها خاطئة، أستغفر الله، وتبين كذلك ما هو أنفع منها بفضل الله. وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أختم بهذا وأسأل الله التوفيق لأخي محمد وكل الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى يعيننا على البر والصلاح والرشاد، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باش ملي نتلاقاو كنتلاقاو كل واحد عارف راسه، ماشي نضحك السنقل في خديعة، ماشي كنتلاقاو حنا مزيرين، ماشي كنتلاقاو لأننا غير باغي نتلاقاو، لكن أهداف وكاين صلح وكاين مصالحة، كاين أسس، كل واحد كيعرف مقعده ومقامه بإذن الله تعالى، منهجه ومنهجته بإذن الله جل وعلا، وحنا أحباب بإذن الله تعالى ومتحدين على هدف واحد بفضل الله جل وعلا. أطباء، هذا كيسلك واحد المسلك كيعالج الناس، وهذا كيسلك مسلك كيعالج الناس، وكل واحد يقول مسلكي ومنهجيتي بشكل واضح وتفصيل يكون واضح، لا يحتاج التأويل. هذا الذي نرجوه بفضل الله تعالى، كل يكتبوا على صفحتي وعلى حسابي. أنا كنتمنى هذا الأمر هو البداية والمنطلق. كل أخ حنا ما غاديش نكتب لأن معروف شنو نقول، أنا زعيم الخرافة وزعيم كذا والثعابين وكذا وكذا، وكيشوفوا غير الثعابين، كيشوفوش الدعوة إلى الله وإسلام الجن وقراءة القرآن وبفضل الله تعالى الوقوف إلى جانب الأرامل واليتامى والمساكين المحتاجين، نصرة المكلول المظلوم كذا، في نصرة هذا الـ هذا 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 الـ الجانب المشتق في باب الرقية الشرعية على مدار من الصباح حتى الليل على المباشر، وكذلك الدروس اليومية والإجابة الأسئلة، لا شيء ما كيبانش. ثم تلك الخرافة أنا ما صنعتها وما خلقتها وما سطرتها، إنما هي حقيقة، لكن فهمها يختلف على حسب الوعي والإدراك، على حسب الخلفية، على حسب الثقافة، على حسب الممارسة، على حسب التأويل والتفسير والتحليل. ذاك ليس شأني، ذاك شأن الآخر، فوجب عليه أن يأتي بسرد ممل يبين فيه أن هذه ضلالة وأن هذه خرافة وهذه ليست بحقيقة. حينها نحن نسطر بل نبين بل نؤطر لما نحن عليه، ونحن أصلا كان أمكان بين يوميا مع المحبة للجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.